يقرب منه عبد الرحمن اللاهوني، هيبدأ هجمة عبد الرحمن، طرف الشمال محمد أشرف صاحب الخطورة الدائمة، عرضية دخلت 18 إلى حسام، حسام خطيرة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حسام أشرف جول جول جول، إيه الولد ده؟ مش ممكن حسام أشرف لو سبته نص سنتي، لو سبته ثانية لازم يسجل. النهاردة في مشكلة، في مشكلة كبيرة في القلب الدفاعي لنادي الاتحاد، قلب الدفاع تعبان لسيد البلد في لقاء النهاردة، إنما برافو يا ولد يا لعيب، حسام أشرف هدفين في 39 دقيقة، آدي الحكاية من أولها، عرضية جميلة من محمد أشرف، الاستلام وسايبه أبو سليمة لغاية ما الراجل استلم وحطها بوش رجله في سقف الشبكة، هدف تاني للبلدية في مواجهة اليوم، حلوة 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 من حسام وأحلى من مصمم الهجمات الرئيسي محمد أشرف. لا البلدية قلت لحضراتكم في البداية عاملين موسم روعة الروعة، الجون بيتعاد للمرة التانية والتالتة، الدقيقة 13 حسام أشرف ويعيد التهديف للمرة التانية مع بداية الدقيقة 40 عشان البلدية يخ